الو، علويين عاملين اجتماع ضد بشار عشان بشار الكنيسة. فهمت انت ابن يوسف نبينا صهيل، انت دكتور وعيب كده. راح هو جيب بقى مسيحي، لا اللي اهان ربنا ما يبقاش عندنا مسيحي، وراح يبقى مسلم، وراح فتح المطار بينه وبين السعودية وبقى سنة، فبتضربه بايد السنة. ده الطبيعي، تضرب السنة بايد السنة، السلاح بتاع السعودية نبعته مع الارهابيين يضرب بيه السعودية. يبقى بشار الاسد بيتضرب بالسنة عشان هو بقى سنة، وفتح المطار بينه وبين السعودية، وهدت وجات له نعمل واعمل فجة اللي انا مش الحريري. قلت له ابعتك عند ابوك، وابعت لك جوز مرات حبيب الكلب، غط شعرك وحرق وركك اللي مستضيف اسامة بن لادن، بس الزهايمر والمسلمين متعاهدين ايه نقط نقط زي ما قال لهم شيخ الازهر فخر السوق، والعثمانيين متعاهدين ايه ليه. لو كنت صدقتوا كلامي بلاش هنا، لو كنت سألتوا ربنا ضع قلوبكم على طريقكم، عندكم السبت قلبكم، لكن انتوا ماشيين براسكم، وراسكم دي خرماء حتى فيها شياطين. بشار الاسد لم يعد ايه علوي، العلويين ضد هم واخوه. اصحوا كده، هو بيضرب عشان رفض يضرب السعوديه، والسعوديه بتضرب تدي للناس فلوس عشان تضربه. حسبي الله ونعم الوكيل في الغابه اللي انتوا في راسكم ده.